السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى في سلسلة جديدة من سلسلة تعليم برامج التطبيقية لخدمة المايكروسوفت أوفيس، البرامج المكتبية. اليوم سوف نبدأ بشرح برنامج معالج جداول مايكروسوفت أكسل الإصدار 2010، وكما عودناكم بشرح الجانب العملي من خلال محاضرات فيديوية. نبدأ بداية بكيفية فتح برنامج الأكسل. برنامج الأكسل حال برنامج الوورد اللي تطرقنا له بالمحاضرات السابقة، يتم فتحه من خلال الذهاب إلى قائمة ستارت واختيار الذهاب إلى مايكروسوفت أوفيس أول بروجرام ومايكروسوفت أوفيس، ونذهب إلى مايكروسوفت أكسل 2010. بهذا الشكل سوف تفتح النافذة الرئيسية الموجودة. هذه النافذة الرئيسية الموجودة للأكسل. هذه الطريقة الأولى لفتح البرنامج. أما الطريقة الثانية مثل ما عرفنا إنه الطريقة الثانية راح تكون من خلال الضغط على اختصار البرنامج في لوحة في سطح المكتب. يعني لو هذا عندي أنا ساحبة اختصار برنامج الأكسل على سطح المكتب، مجرد ما أنقر عليه دبل كليك سوف يفتح البرنامج. هذه طريقتين، وممكن إنه يكون مسحوب هنا بشريط المهام أو غيرها من الطرق، لكن هذه هي أكثر طريقتين شائعة لفتح البرامج. من فتحت هذه الواجهة نلاحظ ترتيب القوائم اللي موجود عندي. طبعا أكو عربي وأكو إنجليزي، عندكم بالملزمة موجودة القوائم باللغة العربية هنا، وهنا أيضا موجودة باللغة العربية، حتى لا يصير عندكم نفس اللي صار بالفصل الأول. كان أكو على مود اختلافات القوائم، لكن هسه تعرفتوا شلون تتعاملون، فخلي نشتغل باللغة العربية حتى تسهل عليكم التعاون، وإذا كان بالإنجليزي تقدرون بسهولة تشتغلون به لأنه مرت عليكم هذه الكلمات وعرفت ترجمتها. قد تختلف الواجهات من إصدار إلى إصدار، يعني عندما تفتح برنامج أكسل في حاسبة ما ولقيت أنه هذه الواجهة تختلف عن هذه الواجهة، فأعرف أنه أنت جاي تشتغل بإصدار آخر، إصدار 2003 أو إصدار 98 أو غيره من الإصدارات، وهذه الإصدارات تختلف بالشكل فقط، لكن باقي الأدوات هي نفس الأدوات. برنامج الأكسل مثل ما برنامج الوورد كان الامتداد مالته DOCX، وعرفنا أنه إحنا DOC مختصر لدوكيمنت لمستند وX لرقم 10، هنا أيضا أكسل S اللي هو أكسل وX الإصدار 10. حتى نتعرف على واجهة البرنامج، واجهة البرنامج تحتوي على مجموعة من القوائم الريبونز وورقة العمل مالتي المقسمة على شكل خلايا جدول، لأن هو برنامج معالج الجداول. نلاحظ إذا أتنقل بالماوس على أي أداة من الأدوات يطلع لي تلميح اللي يقول لي هاي الأداة شنو تسوي، وإذا مثلا هذه دمج وتوصيل مثل المثال اللي موجود بالملزمة، ينطيني بس مجرد ما وقفت عليها أو مكتوب عليها دمج وتوصيل وطلع لي التلميح دمج وتوصيل، ويراويك الرسم لمثال انه اذا دمجت هاي الاكسل اللي موجودة دمجت هاي الخليتين اثنيناتهم راح تتوسط الكلمة وتاخذ الكلمة اللي موجودة بالخلية الاولى، وهكذا اي وحدة من هذه اقف عليها سوف يظهر تلميح وشرح لهذه الاداة وكيفية استخدامها. زين، نجي هسه نتعلم على مستويات تنظيم الأوامر. مستويات تنظيم الأوامر هو نفس المستويات التنظيم اللي شفناها في برنامج الوورد. أكو عندي المستوى الأول هو تبويب ملف، والمستوى الثاني هو القوائم الأخرى التبويبات الأخرى أو الريبونز، المستوى الثالث هو المجاميع. نلاحظ احنا هنا عندنا داخل كل ريبون هذه مجموعة، هذه مجموعة اسمها خط، هذه مجموعة اسمها محاذاة، وهكذا إذا أروح على الإدراج ألقى أيضا أكو مجموعات، كل مجموعة أدوات
جامعيها في مجموعة معينة، تخطيط صفحة، أيضا مجموعات وهكذا باقي الريبونز. وأزرار إظهار صناديق الحوار اللي أيضا مرنا عليها بالبرنامج الوورد، واللي هي هذه المربعات، هذه يسموها أزرار، هذا المربع وبيسهم مثلث، هذا يسمونه زر إظهار صناديق الحوار، وراح نجي نتطرق عليها، ناخذ عليها مثال ونشوف شنو هي. المستوى الخامس والأخير اللي هو شريط أدوات الوصول السريع، اللي هو هذا الشريط، واللي أيضا تطرقنا له ومرينا عليه وعرفنا أنه الستاندرد مالته كان هناك حفظ وتراجع وتقدم، وهنا أضافوا له وحدة اللي هي البريد الإلكتروني الميلينج، لأن باعتبار برنامج الأكسل عادة في أغلب الأحيان أنه يسوون جداول ويرسلوها عبر الإيميل، كأن يكون رواتب غيره ما أعرف إيش، جداول كميات وغيره من هذه الأمور. نجي نتناول هذه المستويات مستوى مستوى نمر عليها، طبعا احنا مر علينا هذه. تبويب ملف واللي هو يختلف عن باقي التبويبات، وحتى ميزي قلنا بلون، كان بالوورد لونه ازرق، هنا لونه اخضر، يحتوي على مجموعه من الاوامر، هذه الاوامر خاصه بالملف بكامل الملف، مثل حفظ، حفظ الملف، حفظ باسم، فتح، اغلاق، جديد، جديد، حفظ وغيره. اي واحد من هذه الخيارات راح تقدر انت تحفظه باسم، تحفظه كذا، جديد، طباعه، حفظ وارسال، تعليمات، خيارات منها. نلاحظ كل هذه الاوامر هي اوامر تتعامل مع كامل الملف وليس مع جزئيه من جزئيات الملف، نفس الكلام اللي حكينا به بالسلسله السابقه بالفصل الاول واللي هي سلسله شرح برنامج الوورد. نجي على الشريط التبويبات اللي هو هذا الشريط، واللي قلنا ايضا يحتوي على مجموعه من التبويبات الريبونز. هنا موجوده عندي التبويبات اللي هي صفحه رئيسيه الهوم والادراج، تخطيط الصفحه، صيغ بيانات، مراجعه وعرض. هذه هي التبويبات الرئيسيه، القوائم الرئيسيه لبرنامج الاكسل، لواجهه رئيسيه للاكسل، وكل وحده من عندهم تحتوي على مجموعه من الادوات. وظيفه هذه الادوات تنسجم مع اسم التبويب نفسه. فلو اخذنا هنا مثلا الصفحه الرئيسيه بها البولد، بها الاتليك المائل، وبها الاندرلاين تحته خط، وغيره من دمج وتوصيف خلايا مثل ما قلنا، وغيره من هذه الامور، هذه الادوات. لو رحنا على ادراج راح نلاحظ كل الادوات اللي تعنى ووظيفتها هي ادراج شيء الى ورقه العمل مالتي. نجي الى تصغير شريط التبويب، واللي هذه ايضا مرينا عليها بالوورد وعرفنا انه هذا السهم هو لتصغير الشريط. والاحظ انه حتى من اوقف عليه ينطيني المختصر مالته اللي هو كنترول واف 1، هذا ما موجود كان عندي بالقائمه تتذكرون اللي اخذناها بالوورد. هنا أنا ايضا كنترول اف 1 لتصغير الشريط، فلو نقرنا عليه راح نلاحظ انه اختفى الشريط وصارت كل المساحة هي ورقة عمل. إذا ضغطنا بهذا الشكل راح يظهر الشريط مرة أخرى، أو بالإمكان الضغط على Ctrl و F1 راح يختفي، ومرة ثانية Ctrl F1 راح يظهر. نجي على إظهار صناديق الحوار، أيضا إظهار صناديق الحوار مثل ما عرفنا أنه هنا نلاحظ هنا عندي أنا مثلا إظهار صندوق حوار ينطيني خيارات إضافية أكثر مما موجود بالمخططات هذه، ينطيني تفصيل أكثر. باقي المجاميع ما بيها، مجاميع الإدراج أقصد، ما بيها إظهار مربع خط، الصفحة الرئيسية بيها أكثر، مثلا الخط. لو إجينا على مربع حوار الخط راح نلاحظ أنه يفتح لي مربع حوار الخط واللي بيه أدوات أكثر
مربع عبارة الخط واللي بأكثر أدوات وخطوط مما موجود في المجموعة نفسها. يعني لاحظ أن المجموعة أنا عندي بها مجموعة من الأدوات، لكن مربع الحوار ينطيني تنسيق أكثر للخط ومؤثرات أكثر ومعاينة لما سيحصل من تغيير. زين، حتى أغلق البرنامج بالإمكان أغلق هذا البرنامج بالضغط على Alt مفتاح Alt ومع F4. نلاحظ أنه راح يغلق، يقول لي هل تريد حفظ التغييرات التي أجريتها على المصنف واحد، أو بالإمكان غلقه من هذه علامة X Close أو من تبويب ملف والذهاب إلى إنهاء. الذهاب إلى إنهاء راح ينتهي الأمر بهذا الشكل. نأتي الآن، هذا كل ما يتعلق بالمرور السريع وكل ما يتعلق بالواجهة الرئيسية لبرنامج الأكسر، وتعرفنا على أنه هذه تحتوي على مستويات تنظيم للأوامر، وعرفنا أنه أكو شيء اسمه ملف، وأكو شيء اسمه تبويبات، وأكو قائمة وصول أدوات وصول سريع، وأكو عندي مجموعات، وأكو عندي مربعات حوار، صندوق الحوار، وهذه كلها مرة علينا احنا في برنامج الوورد. لكن هنا أكو بعض الاختلافات بالأدوات، يعني التنظيم هو نفس التنظيم لكن الأدوات قد تختلف. ليش؟ لأنه أكو بعض الأدوات تخصصية بالوورد تكون لها موجودة في الوورد، وأدوات تخصصية بالجداول تكون موجودة بالأكسل. نأتي الآن حتى نتعرف على مفهوم آخر وهو الخلية الفعالة. ماذا نعني بالخلية الفعالة؟ الخلية الفعالة هي الخلية اللي الآن احنا جاي نتعامل وياها. يقول الخلية في برنامج أكسل نتعامل معها من خلال اسمها، حيث ان اسم الخلية يمثل المرجع او العنوان عند التعامل معها. يعني انا من اجي اشتغل هنا شلون راح اجي اتعامل؟ اتعامل مع الخلايا باسمائها. يعني من اجي ارد اكتب معادلة، فما راح اكتب القيمة العددية اللي موجودة عندي، راح اكتب وين موجودة هذه، في اي عنوان موجودة هذه القيمة العددية بذكر اسم الخلية. اسم الخلية شنو؟ اسم الخلية جاي من تقاطع اسم العمود مع اسم الصف. يعني هنا مثلا هذه الخلية شنو اسمها؟ اسمها A1، دائما الحرف يسبق الرقم. وألاحظ انه اذا بعيد انا فهنا راح يظهر عندي مربع الاسم، هذا هو A1. لو جيت وقفت هنا هذه هي K13، وبالفعل انا جاي هنا في العمود K وفي الصف 13. لو اجيت هنا راح نشوف هذا AT31، وهنا هو هذا AT31. هسه راح يقول شنو AT؟ هسه راح نعرف منين جت هاي AT. انا لو تلاحظون هنا أنا واصل الى ABCD، والظاهر واصل الى Z، ومن بعد الزت راح نجي نحسب من جديد AA وAB وAC وAD الى AZ، وهكذا راح نمشي بالحروف، تصير BA وهكذا الى اشقد. هسه راح نجيها الى اشقد. لو أريد أن أنتقل هنا مباشرة أقول له A1 وأدوس Enter فراح أرجع للخلية الأولى. زين، برنامج Excel يحدد الخلية الفعالة بإحاطتها بإطار أسود مثل ما تلاحظون غامق، وإعطاء لون مميز إلى الحرف الذي يشير إلى اسم العمود ورقم الصف الذي يحتوي على هذه الخلية الفعالة. وكمثال هذا المثال اللي موجود هذا B2، لو نلاحظ مثل ما موجود الملزمة B2 خلية فعالة. الآن من تعريف الخلية الفعالة أعلاه نلاحظ أن الخلية التي حددناها في المثال B2 يظهر اسمها في صندوق اسمه اسم الخلية. هذا الصندوق مربع الاسم أو اسم الخلية، ومحتويات هذه الخلية من الكتابة تظهر هنا في شريط الصيغة. يعني لو جيت كتبت هنا أنا مثلا 25، ألاحظ هنا أكو 25. لو أجيت كتبت X ألاحظ أنه أكو هنا عندي X. لو كتبت يساوي أو ناقص أو غيرها راح ينكتب في شريط الصيغة. زين،
أعطنا هذا المثال حتى تلاحظون مثل ما سوينا، إجا كتب يساوي و 2000 زائد 2 وضغط انتر، نلاحظ انه هنا طلع لي رقم الناتج اللي هو 2002، لكن هو بالحقيقه هنا شنو عندي؟ هنا عندي معادله، والمعادله دائما تبدي بيساوي جمع ب 200. لو اريد ناخذ مثال اخر يقول حتى لادخال كتابه او بيانات داخل الخليه في برنامج اكسل نحتاج الى تفعيل الخليه بالضغط عليها بزر الماوس الايسر ضغطه واحده ثم نكتب البيانات داخلها. خلينا ناخذ في مثال صغير. هذه الخليه انا اريد افعلها، شلون فعلتها؟ نقلت عليها فصارت محاطه بشريط غامق اسود وظللت الحروف الجي والثمانيه بدلاله انه هاي جي 8. راح اجي هنا أنا اكتب رقم 8 وراح اجي هنا بهذه الخليه اكتب رقم 5 وراح اجي هنا أنا اقول اريد هنا يصير عندي مجموع هذه الخليتين، مجموع هذه الخليتين، فراح اقول هنا أنا عندي يساوي، مع انه هذا المجموع فلازم ابدي بيساوي، يعني راح اكتب معادله يساوي هذه الخليه مجرد ما انقر عليها بالماوس راسا اجى اسمها هنا جي 8 زائد، انتبه لي هنا رجاء اضغط على هذه صارت اتش 8 انتر طلع الناتج 13. لو الاحظ هنا من اضغط على هذه موجود في شريط الصيغه شنو عندي؟ يساوي جي 8 زائدا اتش 8. مو بضروره على سطر واحد، ممكن انا اجي هنا اكتب مثلا على سبيل المثال هنا تنقول 5 وهنا 7 وهنا اريد الناتج راح يكون عندي يساوي هذه الخليه زائدا هذه الخليه واضغط انتر راح تطلع النتيجه هنا. نلاحظ لو غيرت اي قيمه من هاي القيم مباشره بشكل تلقائي راح يتغير الناتج، يعني هاي الخمسه لو سويتها 10 وطلعت من الخليه صار الناتج عندي 17، هاي السبعه لو سويتها ايضا 10 وانقرت خارج الخليه صار عندي الناتج 20 وهكذا. لو كانت عندي مثلا مجموعه من القيم هنا 2 4 6 8 وهنا أنا عندي مجموعة من القيم أيضا 1 2 3 4 وأجمع هذه القيم كلها وحدة ويا الثانية، كل وحدة ويا اللي سبقها، فأنا ما يحتاج كل وحدة أجي أسوي لها معادلة، هذه أيضا أجي أكتب يساوي وهذه الخلية زائدا هذه الخلية هذه يساوي، لا يكفي أنه أنا مرة واحدة عملتها هنا وأجي أنقر على هذا المربع الأسود، اجي طبعا هذا شكل المشيره مالتي اللي هو هذا على شكل زائد ابيض كبير، من اجي اوقف على هذا الاطار نلاحظ انه اكو مربع اسود صغير هنا، مجرد ما اوقف عليه بهالشكل هذا تحولت المشيره الى زائد اسود ارفع من هذاك رفيع، فمن وقفت هنا انقر بالماوس نقره ايسر مو ايمن واسحب للاسفل، اسحب للاسفل الاحظ انه المعادلة استنسخت لكل الخلايا اللي هي بالأسفل كلها صارت عبارة عن زائد هذه جي 8 زائد اتش 8 هذه هي جي 9 زائد اتش 9 وهذه جي 10 زائد اتش 10 وهكذا. واضح؟ نفس الحالة الأكسل جدا يساعدنا، يعني لو كان عندي أنا مثلا أريد أكرر قد رقم معين إلى مجموعة من الأرقام يعني 5 وهذه الخمسة اللي تتكرر بهذا العمود ترد 10 مرات، بدل ما أنا أجي أكتب 5 5 5 5 أكتبها مرة واحدة وأجي هنا أنقر بالماوس وأسحب إيش قد ما أريد راح أصير كلها خمسة. لو أجيت أنا أريد أسوي لا أسوي زوجي يعني الأعداد الزوجية أجي 2 4 6 يكفي لحد هنا، أجي هنا أظلل هذه الخلايا الثلاثة بالماوس، شلون اضلل؟ بالماوس انقر واضلل واسحب راح يصير زوجي، بالفردي نفس الحاله وهكذا. ايام الاسبوع لو اجينا نريد نقول حول عربي ونكتب السبت الاحد وهكذا ايضا اضللهم، ممكن بالماوس اضلل او بالاسهم مثل ما تعلمنا بالشفت وسهم للاسفل
وأوقف هنا وأنقر فتجي سبت أحد سبت أحد سبت أحد الاثنين ما يكررها ما يعتقد بالعربي ما يعرف هاي الأيام بالعربي لكن ساندي ماندي راح يأخذها الأيام بالإنجليزي ياخذ لكن بالعربي ما يعرف فمجرد من نظام إذا يحدث الأكسل ممكن ياخذها ندخل له باقة الأيام العربية المهم فكثير من الإمكانات راح نتعلمها إن شاء الله تباعا بالمحاضرات راح نشوف شلون نقدر نتعامل ونستفيد من هذه الخصائص وهذه الإمكانات اللي موجودة في برنامج الأكسل نجي أوراق العمل والمصنفات أوراق العمل والمصنفات اللي هي عندما ننظر إلى الجهة اليمنى هذه أو اليسرى حسب اتجاه الورقة أنا هسه بادي من اليسار لليمين إذا لهذا السبب أشوف ورقة واحد ورقة اثنين ورقة ثلاثة بهذا الشكل هذا إذا أرد أغير أجي على تخطيط الصفحة وأختار ورقة من اليمين لليسار راح تندار الصفحة مالتي من اليمين إلى اليسار راح يصير A1 في الجهة اليمنى العليا إذا رفعت هذه راح تنتقل بهالشكل هذا فماكو فرق يعني اجي في الشكل اللي معناه موجود اشتغل عربي فالقى هنا ورقه واحد ورقه اثنين ورقه ثلاثه هذه هي باي ديفولت اول ما افتح البرنامج هو منطيني ثلاث اوراق عمل هاي اوراق منفصله واحده عن الثانيه هذه ورقه اخرى ممكن اشتغل عليها هذه ورقه اخرى ممكن اشتغل عليها لكن كلهن ضمن نفس الملف بملف واحد باسم واحد اقدر اخزنهم لكن كل ورقه عمل ممكن تحتوي على جدول وعلى بيانات تختلف عن الأخرى بالإمكان ربطهم فيما بعضهم أخذ قيم من وحدة لوحدة راح نتعلمها إن شاء الله بالمحاضرات القادمة لو أردت أضيف أوراق إضافية أحتاج 10 أوراق مو 3 لكل مثلا أنا هسه عندي خلينا نقول 4 شعب بالمرحلة الأولى وأحتاج أسوي السعي مالتهم ودرجاتهم فأحتاج 4 أوراق ممكن تكون ورقة واحد لشعبة A ورقة 2 لشعبة B ورقة ثلاثة لشعبة حتى أغير الأسماء راح أجي هنا هذه ورقة واحد أنقر عليها نقرتين وراح أكتب شعبة ألف وأجي هنا راح أكتب شعبة باء وأجي هنا راح أكتب شعبة جيم وهنا راح أكتب شعبة لا صارت التسميات بهالشكل هذا واقدر اضيف جيد معيد اوراق منها بالامكان انه ايضا مو بس تضيف اوراق بالامكان تحذف اوراق توقف هنا وكليك ايمن وتقول له حذف وراح يحذف هذه الورقة شو اتعامل ويا الاوراق ورقة العمل هي صفحة في مصنف يعني هاي ورقة العمل هسه اللي انا جاي اشتغل بيها هي صفحة من صفحات المصنف مالتي اللي هو هنا أنا اسمه مصنف واحد انا بعد ما منطي سيف اس حتى اخذ اسم خاص بيها ايش قد مساحتها هذه الورقة بيها مجموعة من الاعمدة تبدي من العمود A B C D وتنتهي بالعمود X F D يعني انا لو مشيت هنا نلاحظ انا جاي امشي باوع الاعمدة وين جاي توصل شلون جاي تمشي زين اذا لحد ما اوصل زد زد اذا وصلت الى زد زد من وصلت الى زد زد خلص صار عندي AAA وAAB وهكذا يستمر هذا الكلام إلى أن أوصل إلى آخر عمود يسمح لي إنه أوصل له هو العمود XFD حفظوا هاي رجاء عمود XFD أما الصفوف نلاحظ أن الصفوف كل ما أنزل 1 2 3 إلى أن آخر صف يسمح لي بي تسمح لي بورقة العمل هي 1,048,576 صفر بالإمكان أنا أتحرك
ضمن هذه الخلية، يا أما بالماوس عفوا بالكيبورد يعني بالأسهم أتحرك بهالشكل، أو بالماوس أروح مباشرة أنتقل وأنقر على الخلية اللي أريد أروحها، أو باستخدام التاب، ممكن باستخدام التاب أيضا أنتقل من خلية إلى خلية. بالإمكان أيضا باستخدام مفاتيح الانتقال، عندي مفاتيح موجودة في لوحة المفاتيح، page up ينقلني صفحة أعلى، page up صفحة أعلى، و page down صفحة أسفل. نلاحظ أنا هسه ما جاي يشوفون أمام الكتابة، لكن أنا هسه بالصف 40 هنا، لو قلت له page up وداني إلى 9، من 9 ينقلني page down لل 40 صفحة كاملة. alt page up التحرك نحو اليمين صفحة صفحة، alt page down التحرك نحو اليسار صفحة صفحة. يعني لو قلت alt و page up و alt و page down رحت إلى Z، alt page up رجع إلى C، وهكذا. لاحظ الأعمدة يعني يمين ويسار. control page up التقدم نحو الورقة الأولى، control و page up نحو الورقة الأولى، نلاحظ رأسي انتقل إلى I1، و control page down ينقلني إلى أسفل الورقة نحو الورقة الأخيرة، أو أسفل الورقة اللي أنا مشتغل بيها مو اللي موجودة بالملف يعني. control سهم أيسر التوجه نحو العمود الأخير في ورقة العمل، control وسهم أيسر نقلني إلى هذا العمود، وكنترول وهذا السهم نقلني إلى، نلاحظ الـ XFD، إلى الـ XFD اللي هو آخر عمود من الأعمدة بعد ماكو قبله، نرجع كنترول وهذا السهم نقلني إلى الـ A، مثل ما كنترول وسهم للأعلى يوديني إلى الصف رقم 1، وكنترول والسهم للأسفل يوديني إلى آخر صف مثل ما حكينا اللي هو مليون و 48576. هسه ارجع ادوس كنترول وسهم للاعلى. الاسهم الاربعه مثل ما قلنا هي للانتقال بالاتجاهات الاربعه، تاب للتحريك نحو اليسار خليه واحده، وشيفت تاب للتحريك نحو اليمين خليه واحده، يعني مثل التاب من انقر تنتقل بهالشكل، بينما شيفت مع تاب ينقلني بالاتجاه المعاكس. باستخدام الامر الانتقال الى الجو تو، اما بالضغط على مفتاح F5 او من تبويب الصفحة الرئيسية نختار الرمز بحث وتجديد وتحديد، عفوا بحث وتحديد هذا، واروح الى الانتقال الى، يا اما ادوس انتقال الى بهالشكل هذا زين، وهنا راح يقول لي انت وين تريد تروح، انا اريد اروح الى XXY، اقول له موافق. طبعا لازم تكتب مرجع صحيح، لانه المراجع هنا بعدنا ما ماخذيها، ما نحكي بيها هسه قبل لا هذه هالصيغه هذه تنكتب المرجعيات. هذا هو AAL دولار ساين واحد دولار ساين، يعني لو اجيت انا اريد اكتب هالشكل راح اقول XXY دولار ساين واحد دولار ساين سوري، واقول له موافق. هذا ايضا يعني لان بعدني ما فاتح، انا اصلا ما واصل ما كاتب بشيء فما يطلع. ان شاء الله من ناخذ ندخل بعد اكثر بالماده راح تشوفون عمليه الانتقال شلون تصير. ضبط اتجاه ورقة العمل سويناه قبل شوية، انه شلون اغير انا هسه من اليسار لليمين، من تخطيط الصفحة او اقول من اليمين الى اليسار بهذا الشكل زين. لحد هنا تنتهي مادة الفصل الاول، عندنا تمرين تطبيق، هذا التطبيق حتى نقدر ناخذ، هنا عندي حفظ المصنفات، انشاء مصنف جديد وفتح مصنف سابق واغلاق مصنف في برنامج اكسل.
هذه نتركها للمحاضرة القادمة إن شاء الله، حتى نقدر نغطي بشكل دقيق. خلينا نجي نسوي التطبيق هذا، مع هذا التطبيق هو موجود لكم، يعني أنا اللي أتمنى أنه كل واحد عنده حاسبة يطبق هذا التطبيق اللي موجود من زمان، احنا راح نطبقه هسه امامكم وحتى تشوفونه. فخلي افتح مثلا هذه شعبة باء اللي هي فارغة جديدة حتى اطبق بها. توجه نحو اخر صف في ورقة العمل وسجل رقمه. شلون ننتقل الى اخر صف في ورقة العمل؟ قلنا باستخدام صف كنترول وسهم، كنترول والسهم الاسفل للاسفل، انتقلنا الى اخر صف في ورقة العمل. نحو أول صف في ورقة العمل، كنترول والسهم للأعلى ينقلني إلى أول صف. التوجه نحو آخر عمود في ورقة العمل، أيضا كنترول والسهم اليمين يوديني إلى XFD، وكنترول والسهم اليسار يرجعني إلى العمود أي. شلون أقدر؟ طبعا هالشكل تجي، يعني أتوقع أنه أجي مثلا بالكويزات بالأسبوع القادم، يعني من راح أسوي لكم كويز بهذه الماده اللي اخذناها، والكويز راح يكون عملي، يعني تكتب لي خطوات شلون سويت العمل اللي اطلبه من عندك، مثل ما هذه الطلبات راح اطلبها ايضا من عندكم بهالشكل، هذا تكتب لي خطوات العمل. مثلا هسه احنا توجه نحو الخليه ار 4000 من الورقه، شلون راح اسويها؟ يا اما انا راح اروح على يعني بالاسهم بهالشكل هذا ار 4000 وانزل 4000 سطر، وهاي العمليه جدا تاخذ وقت يعني، او مباشرة اروح لهنا بهذه الخلية واكتب R 4000 وادوس انتر، مباشرة وداني الى R، لاحظ هذه R وهذه 4000 وانا واقف بالخلية R 4000. هذه الخلية R 4000 مظللة بالاسود. توجه صفحة صفحة نحو اليسار، مثل ما قلنا احنا صفحة صفحة نحو اليسار هي بالضغط على Alt وهذه الاسهم، وصفحة صفحة نحو اليمين بالشكل هذا. انشاء مصنف واحفظه باسمك، شلون انشاء مصنف؟ اروح على ملف وجديد ومصنف فارغ، دبل كليك عليه، فتح لي مصنف جديد راح احفظه باسمي من خلال حفظ باسم، وتكتب الاسم اسم الطالب هنا وتجيب له حفظ، راح يحفظه باسمك. توجه صفحه صفحه نحو الاعلى، ايضا قلنا باستخدام الالت والاسهم. انشاء مصنف جديد واحفظه باسم ابيك، نفس المبدا نفس المفهوم، اعرض المصنفين الى جانب بعضهم البعض، حول اتجاه الورقه بحيث تظهر من اليسار الى اليمين. زين، هذا هو التطبيق. هذا التطبيق انا طبقت قسم من عنده وتركت قسم من عنده لكم كهوم وورك، انتم تطبقوه. زين، النقاط اللي ما طبقتها انتم تطبقوها، ومن المحتمل اي وحده من هذه الطلبات راح وهذه النقاط راح تجيكم بكويز للمحاضره القادمه. تحضيركم للمحاضره القادمه راح يكون بقيه الفصل. الى هنا ناتي الى نهايه محاضرتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا الى حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.